آخر الآن. وفي شأن التربوي الآن، ظواهر غريبة تلتحق بالمؤسسات التعليمية في الوطن. الكراكاج في المدارس يطرح عدة تساؤلات، خاصة وأنها ظاهرة والتي اعتادت عليها العديد من المؤسسات، منها مؤسسة ابن والهيثم بالعاصمة منذ التسعينات، في ظل غياب رادع حقيقي لها. المزيد من التفاصيل مع هاجر زليلف. هي صور ليست من ملعب مصطفى تشاكر ولا من خمسة جويلية، وإنما من بعض ثانويات العاصمة. جرت العادة أن يقوم تلاميذ ثانوية ابن الهيثم بتخصيص يوم من السنة الدراسية تقام فيه أعمال ما يعرف بالكراكاج. اللي هو الشاكاني من 94 بدأ، سما شاكاني عندنا أبري لا جورني كلاسيك يديروا له، سيتادير على 8 تاع الصباح يتفاهموا لي تيرمينال بيناتهم، يجوا لهنا أويتر قبل ما يغلق الباب العساس يدخلوا يصدموا بلي في ميجان والبواب. والأمر الذي يطرح أكثر من سؤال، من هو المسؤول عن هذه التصرفات داخل المؤسسة التربوية، خاصة في ظل غياب الأساتذة الذين توقفوا عن التدريس لأكثر من أسبوع. ضربه تاع الهول لي بروف داروا سمانه لا غراف ما قريناش، ما عاد بالحد هذه بدينا قرينا نورمال. صرفوا قصه 80 مليون كاع حرقوهم في ميجان. من جهتها منظمه اولياء التلاميذ دقت ناقوس الخطر، محمله المسؤوليه على الكادر التربوي داخل هذه المؤسسه. عندنا بزاف من اللي دقينا ناقوس الخطر، قلنا لازم المديرين تاع المؤسسات والقائمين على التربيه لازم يدقوا ناقوس الخاطر، وما فيش عيب يقولوا باللي احنا ما قدرناش. طلب من معالي وزيره التربيه توقيل هذا المدير، توقيله، لان هذا الشيء هذا اللي راه يصير داخل المؤسسه التربويه بالتواطؤ مع المسؤولين. حقا تصرفات يندى لها الجبين. ماذا تنتظر مؤسساتنا التربويه لاتخاذ قرارات بشان هذه الظاهره؟ سؤال يطرح نفسه في ظل غياب الجهات المعنيه. ويبقى تطبيق عقوبات رادعة الحل الأمثل لتوقيف مثل هذه التجاوزات الخطيرة.